الحاجة التانية والتصريح اللي زعلني شوية، عمرو أديب بيسأله بمناسبة كده افتتاح فيلم ولاد رزق الجزء الثالث في السعودية، بيقولوا الانتاج الضخم ده ما يفتحش نفسك كده على فيلم ولا كمان 10 سنين؟ فعمرو دياب قال له مفيش، انا 10 سنين تاني. بصوا الكلمة ضايقتني شوية، انا عارف انها مش دايما لأي فنان، مش دايما ليا، مش دايما ليك، مش دايما لأي حد. عمرو ده حد يعتبر من العيلة بالنسبة لي، لأنه هو كان معايا دايما، كان معايا في ذكرياتي، كان معايا من وأنا في ابتدائي، كان معايا لما دخلت إعدادي، وحتى قبل ابتدائي وأنا صغير. لما سمعت راجعين وأغنية حاولت، أول أغنية حبيتها لعمرو دياب، وكان معايا وأنا في ثانوي، وبقى أول حب والحاجات دي، فاهمين عارفين انتوا الإحساس اللي هو بتاع ثانوي. كان معايا في الجامعة، كان معايا في الشغل، كان معايا لما سبت مصر ورحت دبي من 11 سنة، كان معايا دايما في كل ألبوماته، وكان معايا بألبوماته وبوستراته واللوك، وكنت كل سنة بستنى هو هيعمل ايه. دي مش حاجة قليلة بالنسبة لي. وممكن ناس تقول لك يا عم ايه المشكلة، يعني ما هو مطرب زيه زي غيره، ده بالنسبة لك، بس انا بالنسبة لي عمرو حالة لن تتكرر. وخدوا بالكم من حاجة، مين ايكون عالمي؟ يعني مثلا زمان كان ايه، ريكي مارتن ومارك انتوني وانريكي اجليسيوس وجورج مايكل مين دلوقتي افضل مطرب في العالم؟ مش هتلاقي، لانه ما بقاش فيه ايقونة، ما بقاش فيه اللي مكمل. يا جماعة مش هقول لكم على مستوى العالم، مش عايز افور، بس والله بجد مين اللي مكمل بقاله 35 سنة ولسه رقم واحد؟ عمرو دياب. بره مين؟ مفيش حد.